الدراري السلام عليكم، غادي نهضر معاكم فاسخ وشي. بغيت نوصل لكم واحد الرساله قبل ما تندموا وفوش عليكم الحال. خص لي يفهمكم بانكم نتوما غاديين في واحد الطريق خايبه. كما كنشوفوا دابا الدراري ما بقاوش باغيين يقراو، انا ماشي ندوش 100%، الدراري ما بقاوش باغيين يقراو، مقابلين على الدريات ومقابلين على الخوال خاوي ومقابلين على القهاوي ومقابلين على اللبس ومقابلين ونساو القرايه وتعلم الصنعه. سمعوني الدراري مزيان، ديروا شي حاجه زوينه في حياتكم، ديروا شي صنعه اللي تعلموها وتفيدكم من بعد، ديروا شي حاجه اللي ترجع عليكم بالمنفعه من بعد. ما تتبعوش قول دوك الحاقدين ودوك اللي ما بغاوش يشوفوك بخير، اللي يقول لك ما قراوش الوالا بقى غير الحواله. لا، ما تسمعش هذيك الهضره. تشلين غيدوموا لك والديك اخويا، تشلين والديك غيبقاو يعطوكو ضربوا لك شماله ويهزوا لك بهبالك. واش كتصحاب هذاك اللي في الزنقه كيدير لك هي راه فرحان بك؟ لا، كيزيدك غير العافيه كيتمرقن بك. نهار كتجي فيك الضربه والخالشي كيعقلوا عليك غير والديك اللي ضاربين معاك شماره. لذلك خصك ترد بالك مزيان ودير شي صنعه، دير شي صنعه وخالشي وقرا وكون انسان مزيان وقلب على راسك وكون من صغرك راجل وكون ديما راجل وبعد من المشاكل وخاطيك اصدقاء السوء، بعد من اصدقاء السوء اللي كيجروك للتهلوكه وكيبغيو يخلي يشوفوك ديما في صوره خايبه، ما يبغوش يشوفوك بخير. بقى تابع ليا دوك صحاب اللبس واجي من هنا وانا وجيب داعق عليك وانايا وكذا وشري تليفون وهو في راسو العجينه. لا، شوف شي حد اللي جرك الحاجه الزوينه اللي هي مراه كدوز وخش كدوز وخالشي. خدم معايا عقلك مزيان، الوقت راه غير كدوز واحد جوج ثلاثة انشا كبرشي، انشا اليوم كتقرا في السادس، غدا انشا في كاتريام، غدا انشا في الباك، وصحابك داو الباك وانت باقي حدا باباك. ايوا خكون ديما انت كون مريكل، وخدم عقلك، وقلب على طريق النجاح، بعد من القيل والقال، بعد من صحاب تشبع صيص، قالك مي تشبع صيص المكرفس، رد بالك اود خالشي. الوقت راه غير كدوز، ونهار على نهار كيدوز من حياتك، كيتنقص من حياتك وتخالتي، بعد من البلي وبعد من الحاجة المضرة وبعد من كاع الحاجة اللي تجيب لك مشاكل، وإن شاء الله في والديك اللي ضاربين عليك الشمال وضاربين عليك السروية، اللي كساوك وخرقوك وقراوك وشراو لك كشوبة وخرجوك وما خلاو ما داروا عليك، وكنلقى بعد واحدين شي 10% كيتنهضوا على والديهم. شكون اللي عقل عليك من غير والديك؟ شكون اللي هزك من غير والديك؟ مهم الخوش ميساج وصل. ردوا بالكم اخوتي، بعدوا من المشاكل، اختاروا طريق النجاح. نتمنى الميساج يكون وصل الخوش. بارطاجيو وديروا لي لايك ديالكم، راه شي تنفعني بزاف، ولي كومونتير كتشجعني. بارطاجيو معكم الخوت، تشالله والخوش.